13 شهر 8 قبل 11 الصباح ما ديك الساعه ما رجعش للدار مره. عملنا ديكلاراسيون من هذيك ما ردوا علينا، قال لك خصك تدعي للسلطه. ولكن انا ميكو سكاندر معك وريتي لي واحد التصويره باللي وراك في الصطافيك، شكون كنصوره؟ دابا هذاك المقدم هو اللي صيفطهم لي. مقدم قال لي هذا خاك، انا زيد سقسيته قلت له هذا واحد الخاو هزوه شنو مشيت عنده وراه لي التصاور، قلت له هذا هو الخاو ديالي فهمتي. هذيك الساعه يعني هو تعاون معك شويه؟ تعاون معايا شويه بحال اللي وقف معايا، قال لي الخاو ديالك دابا الخاو ديالك داوى مبرش، قال لي كنت علمتيني على بكري، قال لي الدراري اللي هزوه ماشي ما كنتش معاهم انا لا رشيد فهمت. يعني ما كانوش بحال مقدمين يد الناس ديال الحومه اللي هزوهم؟ قال لك هما اللي كيقولوا على هادشي هذاك، قال لك ما كانوش مقدمين. واش مشيتوا بقشتوا على خاكم برشيتين؟ مشينا ثلاث ايام حنا كنبقشوا عليه، ما جا واحد البوليسي ساعدنا تما وهادي ما بقاش معنا، والعائله ما عرفناش فين نزلوه. دابا هو مسكين الحاله ديالو، واش هو مريض نفسي ولا لا؟ مريض نفسي كيبقى غير ماشي، لا نزلوا شي واحد شي بلاصه كيبقى غير ماشي. هذوك الوراق اللي عندك الطبيب ديال لا الطبيب ديالو في بولي بار كيقول الطبيب فهمت كيقول بالطبيب العمومي ديالو فهمت. من الواقعه سيمانه هذاك مشينا بالطونوبر كنبقشوا عليه، ما خلينا كل واحد فين كيسرد. دابا هو كان كيخرج كيمشي وكيجي ولا عمره؟ لا كيخرج كيمشي وكيدور كيعاون تنطر توشي ويرجع بحاله نضه مخير كيعرفو اللي كيشوفو فلان تخاف فلان كيرجع. هادو دابا اللي الزوام صافي سيبو وما عرفناش سيبو. دابا الانسان اللي مشى تهضر معاه واش كيسمع له كيجاوب ولا ما كيهضر معاه حتى شي؟ لا هضر مع شي واحد فاهم بس هايدا ما يقدرش يقول مثلا انا بطنجة مثلا مريض ولا هزوني. لا ما يقدرش دار يقول شي حاجه وقدر يهضر معك زول الهضره ما يكملش معك الهضره. دابا حنا نشوفوا النداء الاخوان ديالنا اللي شاف التصويره ديالو يتصل بك. اللي شافوا شي محسنين الدراري اللي كيعرفوا ولا شي واحد اللي شافوا يتصلوا بينا. نتمنى ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله. الله يرحم والدينا هذا اللي كنطلب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.